بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني وأخواتي الحجاج الكرام، إليكم بعض الإرشادات الخاصة بالحج، اللي هي تعتمد بالدرجة الأولى على الإرشادات الإدارية وليس الإرشادات الدينية. من خلال التجربة مالتنا بالمرات السابقة، إليكم هذا الملخص اللي نقدر أنه ننصحكم به. نعم، الحج هو دعوة من رب العالمين لزيارة بيته. الحج زيارة لزيارة بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول والأماكن المقدسة. فإذا هي بالدرجة الأولى زيارة دينية تعبدية خالصة لله عز وجل، وليس سياحة ولا أنه لقضاء عطلة، كما مثلا عندنا لقضاء عطلة ترفيهية. لا، زيارة الحج تكون هي زيارة تعبدية خالصة لله، يعني كل حركة منا من تعزم إلى أن تروح وترجع، أنت شنو؟ أنت في ضيافة الله. نعم، التعليمات اللي هي أنه لازم واحد هو ينتبه إلها، أنه التحرك هناك يكون تحرك جماعي وليس تحرك فردي، يعني واحد ما يطلع وحده، بالقليل اثنين أو ثلاثة يكونون، لأنه تعرفون في مكة والمدينة تحرك الناس بالملايين، فواحد هناك مخصوصا أول مرة يتيه أو يخطأ أو ما أعرف، الأفضل أنه يكون هو مع اثنين أو ثلاثة، وكذلك يكون وياهم واحد من على الأقل يكون هو من هالمجموعة عنده الهاندي الموبايل، حتى شنو، حتى البقية تواصل وياه. طبعا احنا أول إن شاء الله شوفوا حتى يعني هذاك مسجد الحرام هنا، هذه شو اسمه منى، فالعدد الناس والتجمهر ما تشوفوا أعداد الحجاج ما شاء الله، هو دائما يكون أعداد، وهناك الإحرامات كلها واللباس هو لون واحد، فمن الصعب أنه واحد يميز، فالأفضل أنه واحد يكون ويا اثنين ثلاثة وعندهم يكون هاندي. طبعا احنا من السفر مالتنا إن شاء الله ندخل على المدينة. حقيقة هذا ملخص عن الحاج، وتعليمات الحاج. احنا راح حقيقة نوزع على الكل بملخص الأعمال الحج بالكامل. هنا طبعا أول شغلة اللي راح ندخل بها إن شاء الله للمدينة، هنا هذا أشبه بالمدينة. فإحنا هناك حقيقة شو اسمه، أول مشكلة اللي هي نواجهها أنه الحقائب هي راح تكون مشابهة وبكم هائل، وأغلب الأحيان هي ما يخلوها على السير، راح يخلوها برا. وبالأثناء أهم لازم إحنا كل حاج يخلي في العلامة مميزة على الحقيبة مالته، بحيث هناك من بدي ياخذها بالمدينة ما عنده مشكلة، كما صار احنا من حجاجنا وحجياتنا هناك، يروح بعد شو اسمه ما يعرف الحقيبه ياهو من عنده، فالافضل يخلف العلامه مميزه عليه. هاي اول ما دخلنا للمدينه. الشغله الثانيه انه من بعد ما ناخذ ان شاء الله الحقائب نصعد بالباص. هذا شوف الباص هنا، الباص انه هو هذا اللي ينقلنا من المطار الى الهوتيل. طبعا هنا راح يبدا شويه استيعاب على الحجاج، انه عندنا هنا اجراء معامله في داخل المطار على ما نسوي المنفس مع الحجاج واعدادهم والتفويج. هنا يجب انه التركيز انه هذه رحله، بيها صبر وتعب وتحمل وتعبد، يعني بكل الاحوال انت لازم انه هنا شو اسمه يكون عندك حاله من الصبر، انه لازم تصبر، يعني هناك كثير من المجريات اللي احنا نتحكم بها وكثير من المجريات اللي احنا ما نتحكم بها، يعني اكو خاصه وزاره الحج، التفويج، الطيران، الباص، هاي بعد خارج عن امكانياتنا، يعني خارج عن الاراده مالتنا اللي احنا نقدر انه نساعد بها الحجاج. هناك من نجي ان شاء الله نطلب الهوتيل، هو بداخل المدينه، بكل غرفه 4 اشخاص، هو قريب عن الحرم. طبعا هاي الصوره مو نفس الهوتيل، لانه كل سنه هو يتغير عندنا الهوتيل، فبعدين يعني مو نقول هو هذا نفس اللي انت راويتنا، لا، هذا فد صوره من قبل 3 سنين احنا كنا بهذا الهوتيل بس. وهنا يجي واحد مثلا يقول لك هذا ابو كم نجمه بالمانيا، هم يقارن ما بين المانيا والمدينة، لا، الفرق اكو، يعني صح هناك 5 نجوم او 4 نجوم، مو يقارن اياها بالمانيا يقول والله بالمانيا، لا، هذا هو الوضع اللي هناك موجود، على هو هذا افضل ما يمكن احنا نحاول انه نحله. طبعا بالهوتيل راح تواجه الحجاج كم مشكلة. المشكلة الاولى انه
ناس تحب التبريد، ناس ما تحب ايش اسمه التبريد، وشغلة ثانية الشخير يعني ذني يواجهوها. فاحنا لازم انه حقيقة ان نساعد انه من يحب التبريد وشلون، يعني كل غرفة يحاولون انه يتفاهمون حتى يحلون مشكلة التبريد، من اللي عجبه من ما يعجبه، على اي درجة انه يتوافقون بينهم. والشيخين نحاول نشوف شلون هناك هم اكو حقيقة بالصيدليات يبيعون اشياء اللي هي تخفف من الشيخين. طبعا احنا هنا أنا بالمدينة، طبعا الاكل هو بالمدينة وجبتين، الصبح ريوق وبالليل العشاء. طيب غدا ماكو. هسه واحد يقول ايه احنا بالمانيا نفس الشيء، لا هناك يفرق، لانه هناك النهار 24 ساعه، هنا النهار 8 ساعات، هناك 24 ساعه، لانه ساعه بثنتين بالليل تطلع تروح تزور، بالاربعه بالسته بالخمسه، يعني 24 ساعه هو اكو حركه. فالناس يعني اللي هناك النهار 24 ساعه 24 ساعه، فالافضل انه هو بالافطار اللي واحد يقدر هو يشبع زين وينتظر الليل حتى يأكل. بس حبيت أوضح له يعني هاي الصورة من أحد الهوتلات اللي إحنا كنا بيها. طبعا بالمدينة سلام الله عليك رسول الله، بالمدينة مدينة رسول الله، إحنا حقيقة اللي عندنا إنه هو كالآتي: بالمدينة ما عندنا أي عمل من أعمال الحج، رجاء ما مو أول روح هناك واحد يجي يقول أعمال حاج ويلا وشلون تأخرنا وليش ما نروح وليش ما نجي، لا المدينة ما بيها عمل من أعمال الحج، بيها فقط إنه زيارة قبر الرسول والبقيع والأماكن المقدسة اللي إحنا نوديكم إياها، وزيارة أماكن مقدسة هنا اللي إحنا يتخصص في اليوم إنه حتى نوديكم عليها. بالنسبة للبقيع، النساء طبعا ممنوعات من الدخول داخل البقيع، اللهم من خارج البقيع من السياج. أوقات البقيع يعني واحد يقدر الامكان انه هناك يزور هو قبل الشروق بساعة وقبل الغروب بساعة. وملاحظة مهمة انه اخواني رجاء رجاء، هناك واحد ما اريد ان اي واحد يصير عنده في نوع الاحتكاك ويا الموجودين، ان كان بالبقيع ان كان بالمسجد النبوي اي مكان، انه واحد يقول لك روح لجابه ولا جاد، لانه يسبب لكم وانهم يسبب مشاكل، فاحنا بعيدين عنها خلاص. قال لك يعني تحرك تحرك، لا تجادل ولا تجاوب. واحنا راح نوزع لكم حقيقة بعض الخرائط اللي تخص البقيع، وين الأئمة سلام الله عليهم، وين انه اماكنهم ام البنين. انا ان شاء الله هم وحدة وحدة ان شاء الله هم نوضح لكم اياه. نعم اخواني، في المدينة عندنا ملاحظة أخرى، بأنه أرجو أنه بالمخصوص الحجاج الأول سنة ينتبهون على المحاضرات، محاضرات مهمة، فما يعرفون يعني يعرفون المحاضرات يروحون إلى السوق، هاي شفناها يعني مخصوصا أول سنة، خلي ينتبه رجاء على المحاضرات، لأنه أعمال الحج مهمة. التسوق بعدين يقدر، أكو وقت هو للتسوق، بس ما يترك المحاضرات ويروح إلى السوق. الشغله الثانيه انه اللي اقدر اركز عليه هناك، احنا اذا تحركنا بشكل جماعي يتحسسون، يعني مثلا اذا محاضرات عندنا شويه بشكل جماعي. المهم انه ارجو انه يكون احنا بناتنا عمل مشترك، بحيث انه اذا واحد يروح الزياره ما نقدر نروح نشوفه كل احنا اثنين اثنين ثلاثه ثلاثه، وهو هم الهوتيل للحرم ماكو امتار، يعني شارع انت ما تعبر راسا تتمشى للحرم النبوي الشريف. هذا بيت الزهراء سلام الله عليه، شوفوا هنا بيت الزهراء، هذا داخل بيت الرسول داخل المسجد النبوي، هاي باب الزهراء. طبعا قلنا انه بالنسبة لأخواتهم إلهن وقت وباب محدد للدخول إلى المسجد النبوي، وليس انهم بكل وقت. المهم احنا نرجع على مراحل، بدنا ننبه على مسألة الحج، انه مراحل الحج هو يكون عبارة عن المراحل، يعني مو مرة واحدة. احنا اول شيء نريد بالمدينة نركز على مسألة انه عمرة التمتع، مخصوصا اول مرة انه يكون انه عمرة التمتع تكون اعمالها اذا يضبطها الحاج عمرة التمتع، بعد عدة تكون اعمال الحاج كلها تكون سهلة. فاحنا عندنا بس اصعب مرحله انه هي بعمره التمتع. هنا الاماكن المقدسه في المسجد النبوي،
هي أنه ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يعني هنا اللي يقدر يصلي ركعتين ولو بس ركعتين نيابة عن والدي هواي مهمة. شوف هنا أنا هم موضحين بالضبط هي وين راح يكون هو هذا المكان اللي مأشر بخط أحمر، أنه هو ما بين القبر رسول الله والمنبر، هذا روضة من رياض الجنة. فاللي يقدر هنا أنه يصلي الركعتين ممتاز. وهذا هنا بالضبط باب الزهراء يدخلوا له من باب جبرائيل، وهذه فتحوه ساعة بالثلاثة بالليل، بثنتين بالليل، وبس للرجال فقط. المهم نرجع إلى هنا، نحن مثلا حبينا نذكر إخوتنا على إيش اسمه سورة الفاتحة وإعادة أنه واحد أنه القراءة همالت. هذا هم قبر أم البنين سلام الله عليها، هذا بالبقيع. فالمهم الوقوف، انه الناس هم احيانا يسدوا، او من يقول لك روح من ذاك الجانب او روح من هذا الجانب، فانت حاول تحاشي. هاي الخارطة عندكم بالضبط، دخول مين؟ دخول البقيع على جانبك الايمن، الائمة الاربعة، الامام جعفر الصادق، الامام علي الباقر، الامام زين العابدين، والامام الحسن المجتبى سلام الله عليه، اضافة الى فاطمة بنت اسد وعباس عم النبي. هذا على الجانب الأيمن، والجانب الأيسر اللي هو يخص أم البنين عمات النبي. هاي أهم راح نوزع لكم بالضبط من هذه الخارطة. هاي أهم خارطة توضيحية عن الحقيقة عن البقيع. هذا الأماكن اللي إحنا نزورها إن شاء الله في المدينة، المساجد السبعة ومسجد الشجرة، هنا شو اسمه جبل أحد، واقعة أحد، قبر حمزة عليه السلام، جبل الرماة، هذني كلهن هم إن شاء الله. هاي شوف هنا بالضبط، هذا هنا عندك الموقع مالت معركة أحد، وهذاك المكان يعني ذاك المكان اللي شوفوا بعيد داخل السياج، وهذا مكان استشهاد حمزة سيد الشهداء عليه السلام في أحد. هذا مسجد الشجرة حقيقة، اللي هو مسجد الشجرة اللي إحنا نبدأ الإحرام من عنده ونتوكل بعمرة التمتع. هنا أنا بس أذكر أنه النية تكون هي حقيقة كل أعمال الحج بالنيات، يعني كل مرحلة لازم تسوي، يعني لازم عندك نية وسوي عمل، نية وعمل. بس هنا أنا الواجبة النية بعمرة التمتع لازم واحد يحكيه، يعني من يقول نعم، مثلا مو بداخله بسره، لا ينطق، يعني يقول يعني إن شاء الله أعطيكم النية، يعني كل وقت بوقته، أنه شنو يقول واحد، فالنية أنه واحد ينطقها بلسانه وبعدها يقوم بالتلبية. طبعا احنا من بعد ما نتوكل إلى المدينة، من المدينة نتوكل إلى مكة، راح شوف هذا فدهم ملخص عن عمرة التمتع والأشياء الموجود بها. أول عمل نقوم به هو عن عمرة التمتع، بعدين يصير عندك هي العمرة أعمالها الرئيسية هي هذني الإحرام، طبعا نية الإحرام كلها بالنية، الطواف ونية الطواف وصلاة الطواف، السعي وراء التقصير، راح نحل من أعمال عمرة التمتع، بعدين ننتظر إلى أعمال الحج. المهم إخواني هذا مسجد الشجرة، شوفوا هو من الداخل اللي إحنا نروح له من بعد الظهر، حتى من بعد أذان المغرب والعشاء هنتحرك إلى مكة من أجل حكم التظليل. طبعا نجي مكة إن شاء الله، دخلنا مكة راح إنه حقيقة هم نجي إلى الهوتيل، بس بصورة عمارة شقق فندقية، مو هوتيل بشكل المدينة، لا يفرق هنا، يعني هي عمارة إحنا بيها عندنا شقق فندقية. أول ما نطب إلى مكة إن شاء الله نذب اللي عندنا من أشياء وجنط وحقائب، نذهب بالهوتيل ونتوكل الى المسجد الحرام. طبعا ارجو انه انتبه، واحد اكثر من 100 ريال لا يشيل وياه، يعني من يتوجه الى، لانه طبعا والعنوان الطهية اخاف واحد يضيع حتى يعرف يجي الى المسكن. يعني احنا ان شاء الله نوزع لكم هناك من نوصل الى مكة، نوزع لكم الكارتات مال السكن، لا سامح الله واحد يضيع يتيه بارقام تليفونات وبها عنوان السكن، فحتى ومع ذلك هم ياخذ 100 ريال مو اكثر من باب الاحتياط.
انه بالجايه حتى اذا يجي وحده يكون عنده مبلغ انه يوصل. نرجع هنا نيات، نشوف هنا النيات، كل عمل يبدي النية، نية شوف مين، نية الإحرام، نية طواف العمرة، نية السعي، نية التقصير، هنا بعدين يجي عندك حج التمتع، يعني أعمالنا كلها بالنيات، وإن شاء الله راح نوزع لكم من هذا هم واحد. طبعا هنا نحن هذه الكعبة، هذه الكعبة شوفوا الأركان مالتها والشرح وداخلها، وداخل ال يعني داخل المسجد، والحقيقة وهنا يوضح لك ما بين انه حجر اسماعيل وين، وما بين انه حقيقة مقام ابراهيم اللي هي الصلاة تصير من بعده، يعني صلاة الطواف تصير من بعد هذا، هنا رقم 7 مركز لك مقام ابراهيم عليه السلام، من بعده الصلاة تصير. هاي صورة توضيحية عن بيت الله الحرام. طبعا هاي كلها بأعمال عمرة التمتع. نخلصها إن شاء الله نتوجه إلى الاستراحة، هو عندنا استراحة ما بين وصولنا إلى يوم 8 ذي الحجة اللي هو التروية، حقيقة يوم التروية شوية يعني نتوجه إلى عرفة. هذا الحجر الأسود اللي يقدر يقبله يسلم عليه يقدر، مو واجب إنه أنت يعني تروح، بس مستحب. وأثناء الطواف أنت ما يجوز لك أنه لا تلتفت ولا تروح ما تلمس الكعبة ولا كل شيء، طواف طواف بس، 7 مرات طواف أنه بس طوفت، وأحكام الطواف كالصلاة، يعني لازم أنه الكتف الأيسر يكون على الكعبة، ما تقبل يعني ما يصير وجهك كله على الكعبة ولا ظهرك، دفعة أو فشارة أنت حاول أنه تتمسك أنه باتجاه واحد بالطواف مالتك، واحد دفعك ما تجاوبه، واحد حكى عليك ما دير وجهه عليه، كانما انت بالصلاه، يعني هو الطواف كانما جاي تصلي لا اكثر ولا اقل، يعني مو انه بالصلاه ما تقدر تتجاوب. نفس العمليه بالطواف، يعني واحد يتخيل بالطواف يخلص بعدين يعني يروح يقدر يلمس الحجر الاسود، يروح للكعبه، هذا باب الكعبه، هذا اللي قلنا عليه هو حجر اسماعيل. حجر اسماعيل طبعا من أماكن المقدسة المستحبة اللي الله أعلم الثواب الصلاة به كم ركعة، بس الله أعلم، لأنه ما مدفون به من أنبياء وأوصياء أرقام يعني مئات الآلاف يقول. فالمهم يعني اللي يقدر هنا هم أحيانا يفتحوه أحيانا مسدود، بس على المستطاع، المفتوح أنه واحد يطوف يصلي له الركعتين اللي يقدر، 3 قد يقدر هو هناك يصلي. طبعا هذا هنا من بعد ما تكمل الطواف، هنا نبدي بمرحلة السعي اللي هو يبدي من الصفا ينتهي بالمروة، 7 مرات، يعني راحة مرة وجاية مرة، يعني مو راحة جاية مرة واحدة، لا، يعني من الصفا للمروة راح، من المروة إلى الصفا هم راحة، هاي 7 مرات، يعني يبدي بالصفا ينتهي بالمروة، وبالمروة إن شاء الله هناك يبدي التقصير. هاي فصورة عن السعي. احنا نسعى دائما بالطابق الاسفل، مو هذا الطابق الارضي، لا، اكو بعد في الطابق تحته اللي هو يسموه يعني شو مثلا نقول احنا السرداب او الكدر، الطابق الاسفل اللي هذاك بعد ما بي اي اشكال من قبل كل العلماء بانه مالته انه جائز الطواف بي جائز. انه هنا مثلا يقول لك علي بن مو جائز، علي الطابق الاول، فاحنا افضل نكون بالسرداب حتى نقطع الشك باليقين. طبعا هنا نهم الاعمال البقيه اللي احنا راح نسويها، هنا راح يبلش عندنا اعمال الحج التمتع، ديش عمر التمتع، هنا يبدي حج التمتع اللي هو 8 و9 ذي الحجه، 10 هو يوم العيد، و11 و12. المهم بس احنا بالترتيب راح اشرح لكم اياها. طبعا احنا هذا اليوم ليله عرفه نيجي من المنزل الى عرفه. عرفه ما شاء الله شوفوها كلها بالكامل، الخيام هناك موجوده، يعني خيامنا هم ان شاء الله تكون هي بشكل ما انه تكون بها التبريد ويتلائم ويا الحاج، اضافه الى انه واحد يستغل هنا بالدعاء والصلاه في عرفه الى الغروب. طبعا ينتهي وقفه عرفه من اذان، يعني هي وقفه عرفه من اذان الظهر الى المغرب، واحد يحاول يستغل. من بعد المغرب راح يصير عندنا وقت التفويج الى منى. فأرجو أنه الانتباه أنه إحنا بقائنا في عرفة
يكون أفضل مما ذهابنا إلى المزدلفة اللي هي منى إلى المزدلفة. ليش؟ لأنه بعرفة مكانك، عندك خيمتك، يعني حمام، تواليت موجودة بك. نروح إلى مزدلفة، ها طبعا هذا هنا أنا بعدنا في عرفة، هذا شو اسمه جبل الرحمة. جبل الرحمة هنا أنا طبعا مستحب بس تروحه، لا تصعد ولا تروح عليه، لأنه إذا تروح عليه تصير لك مشكلة من ناحية شرعية. وأرجو من الإخوان اللي هم أول سنة يعوف المستحبات، يتمسك بس بالواجبات رجعا. شوفوا هاي هنا مزدلفة، هاي مزدلفة طبعا، شوف ماكو خيمة، بوع ماكو خيمة، تواليت مشكلة، يعني المريض أو فشي حاول يعني ينتبه على أكله، لأنه بمزدلفة وضع التواليت وضع مزري. يعني إذا يحلك، إذا واحد يروح التواليت خطية ينتظر ساعة ساعة وشوي. فأرجو أنه فمكوثنا حقيقة في عرفة أفضل من راحتنا إلى مزدلفة. طبعا هنا أنا راح نبلش من بعد إن شاء الله مزدلفة، نتحرك باتجاه من منى، من مزدلفة بعد أذان الصبح نتوجه إلى وشروق الشمس. يعني إحنا لازم مكوثنا يكون في مزدلفة من أذان الصبح إلى طلوع الشمس. فإحنا نتحرك إلى حدود مزدلفة، أول ما تطلع الشمس ندخل إلى منى. طبعا إلى منى نروح نرمي أول يوم الجمرة الكبرى اللي هو يوم العيد، من نرمي وراها احنا منسقين على مسألة الذبح والهدي، فنخابرهم يعني يصير اتصال، عندنا أرقام الحجاج، ياهو اللي يرمي يخلص يذبحونه، بعد ما ينتهي الذبح يقصر، يتم التقصير، فمن التقصير يعني حل. هنا بالنسبة حقيقة للذبح ووضع الهدي، بس أردن ملاحظة، يعني بالنسبة بقية الأخوان ما أعرف إنه بقية الحملات، بس بالنسبة لنا إحنا عندنا الناس اللي نذبح عندهم ويذبحونا من إخواتنا المؤمنين اللي هناك، اللي نركز بأنه هذا اللحم وين راح يروح، شنو وضعه، وهي لازم تكون اسمها الأضاحي بشكل لا عورة ولا عرجة، تكون أضاحي سليمة 100%، وتكون هم من نوع حتى إحنا نختار حتى لو شوية أغلى، بس شنو مطمئنين إلها، ما ندور من أضاحي اللي حقيقة أسعار متدنية وهي وضعها متعب. فنرجو إنه الأضاحي إحنا جا نركز عليها. وهنا عندنا فد مسألة تخص الأضاحي. الأضاحي يعني الهدي، هو أنت عندك 3 أقسام بالهدي. الهدي القسم الأول أنت مستحب أنت تأكل، القسم الثاني أنت تهدي، القسم الثالث لازم يوصل إلى فقراء المسلمين، يعني يجب أن يوصل إلى فقراء المسلمين. فإحنا هنا أنا ما عندنا، يعني إحنا في مكة وعرفة ما موجودين، فإحنا شو نسوي؟ أنا هم حقيقة حتى خدمة الحجاج نستقطع فد مبلغ من فلوس الهدي حتى يروح لمن؟ يروح إلى مصالحة، نعطيها إلى المسلمين الفقراء، بقية بقاع العالم لإبراء ذمة الحجاج. يعني هاي 3 أقسام مالت الهدي، واحد هو مستحب يعطي ويهدي، الثلث اللي هو بشوية مشكلة، الثلث اللي هو لازم يروح إلى فقراء المسلمين إحنا ما نقدر نوصله، فنسوي مبلغ نطلع من فلوس الهدي نخلي على جنب، احنا نسلم للمكاتب المراجع نطيب عنوان مصالحة لثلث الهدي حتى هم يطوا إلى فقراء المسلمين، حتى الحاج يكون خالي الذمة من مسألة الثلث. طبعا احنا ان شاء الله، وهذا طبعا بهذا اليوم نروح احنا نرجع إلى خيمة منى نستراح بانتظار أول ليلة من المبيت. طبعا هاي بعد ما رمينا هاي الجمرة الكبرى، هذاك طبعا هذا مسجد خيف اللي هو في منى، طبعا ها مستحب انه الصلاة فيه حتى لو ركعتين هو مهم. هذا هنا أنا الجمرة الكبرى، أول يوم نرمي بعدين نذبح بعدين يصير نستحل، من يعني يصير عملية الإحلام الإحرام حتى نكمل بقية مناسك الحج. طبعا احنا هنا عندنا ليلة 12 وليلة 13، طبعا ليلة 11 وليلة 12 احنا لازم نبقى في منى لحد يوم 13 ذي الحجة، هو بس
نرمي الجمرات. هنا أنا حقيقة هاي منها. شوف أخوان، بالنسبة على خيمة منى، يعني كثير من الأخوة يسألون إحنا شنو ليش. إحنا حقيقة خيمة منى إحنا الوحيدين اللي عندنا مستأجرين خيمة ودافعين فلوسها إضافي، يعني هم وزارة الحج يعطونا خيمة بس هي مو بحدود منها، خارج منها ما نقدر نروح لها. فإحنا نستأجر خيمة تكون قريبة بها الخدمات حتى الحاج، هاي المبيت الأول من ليلة 11، والمبيت الثاني من ليلة 12 عنده مكان يجي يقعد بيه، يتعبد بيه، يدعي بيه، يستراح، ما يظل يفتر في منى. أغلب الحملات يعني ما أنا ما شفت لحد الآن من حملات لأنه هو عندهم خيمة، بس اللهم البعثة العراقية عندها خيمة، وحتى إحنا مو جائز إن نطب على غير ناس لأنه هذني كلها مستأجريها ودافعين فلوسها. فتجهسوا في العمل تعبد يطب على غير ناس شرعا مو جائز. فاحنا سوينا يعني بالنسبة لنا احنا عندنا خيمة خاصة بينا نقدر انه نقعد بيها، نصلي، ندعي، نرتاح، نسوي اعمال كلها بيها، يعني الحمام، التواليتات موجودة. فهاي هنا بالنسبة لخيمة منى ارجو من الكل انه ينتبه على مسألة انه احنا حقيقة. وعندي رجاء آخر بأنه من الأخوة ما نقبل أي واحد يجيب وياه ضيف بخيمة منى، لأنه الخيمة هي لحجاجنا بس، وكل من هو تعرفون هو شو اسمه دافع مالته، يعني هذا مالته مال حاج، فما ما مجوزين احنا شرعا نجيب ناس من غير الحملة مالتنا ندخلهم بالخيمة لأنه نزاحم بقية الأخوة. فشرعا ما يجوز، كما انا اللي ما يجوز يعني بالكل انه احنا ما نجوز. ليش؟ انه ما نريد انه نزاحم بقية الاخوة الحجاج. طبعا هنا أنا هذا قبر خديجة سلام الله عليها وابو طالب في مكة، احنا هم ان شاء الله نقوم بزيارته، بس احنا ما مسموح لنا ندخل من برا من السياج، نسلم عليهم ونقرأ الزيارة ان شاء الله. طبعا هنا أنا غار حراء هم في مكة، بس صعوده شوية صعب، يعني صعوده مو سهل، يعني اللي عنده عضلات ويقدر يصعد، اللي ما يقدر يعني. وهذا من بعد أعمال الحج، لأنه إحنا من نروح لازم نكون في مكة، اللي يطلع خارج مكة مشكلة، فبعضهم يقول هذا خارج مكة، هذا غار حراء وغار ثور. طبعا هذا هنا آخر يوم، هو يوم النفرة يوم 13، اللي هو نكمل بيه حقيقة رمي الجمرات الثلاثة، وننتظر في منى لحد أذان الظهر. يأذن الظهر النفر نطلع إلى، بعد من النفر نتوجه إلى السكن، وبعدين نكمل يعني اللي عندنا أعمال الحج البقية اللي هي الطواف وصلاة الطواف والسعي، عرفتني؟ وبعدين هم عندنا طواف النساء. فنعم هنا أنا بس نقطة ملاحظة عندي، أنه بس يعني أرجو من الأخوة الحجاج والحجيات يعرفون بأنه إحنا حقيقة الحملة هي تساعد الحاج بتقديم إلى مستلزمات الحج. فالحملة غير ملزمة بأنه شنو هي تحج عن كل واحد، يعني بعضهم يتوقع أنه الأعمال إحنا نقوم فيها، لا أعمال إحنا ما نقوم، إحنا نساعد نوفر، عندنا خبرة عن مسألة التنقلات، الأماكن الزينة، الوقت، أعمال الحاج، المناسك، نقدر نقدم. يعني شلون واحد جاي أتعلمه إيه يصلي، ما صليت في مكان، نفس العملية. فهاي حقيقة إنه هاي بعض الإرشادات اللي إخواننا الحجاج والحجاج، والله إن شاء الله يوفقكم، وفقنا ويتقبل أعمالكم ويقبل حجكم إن شاء الله. ولا تنسونا من الدعاء إن شاء الله. وحقيقة إنه استغلوا هذه السفرة الربانية، الدعاء لوالديكم ولأمواتكم والشهداء حقيقة، ولأنه هذا بالعمر مرة واحدة لو تصير، لو ما تصير، لأنه أعرف ناس كثيرة أنه يريد الحج بس ما يقدر، الدنيا أو أمور أو عد عائق مانع. فاللي الله يوفقه ويروح للحج، فإن شاء الله يدعينا وخليه يستغل هذه الفترة اللي هي أيام معدودات في تعبد الله والصبر والتوجه الخاص لله عز وجل. جزاكم الله ألف خير.